السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نسلط فيها الضوء على قضية اجتماعية إنسانية وهي الرواتب وتدهور الحال المعيشي للموظفين في اليمن. أكثر من 4 مليار و200 مليون دولار هو حجم ما أهدرته ميليشيا الحوثي والمخلوع من خزينة المال العام في البنك المركزي. نصف هذا المبلغ المنهوب ذهب لتمويل العمليات العسكرية للميليشيا تحت ما يسمى بالمجهود الحربي. وبينما ذهبت مئات الملايين إلى خزائن الميليشيا في محافظة صعدة وأضعافها هربت إلى بنوك خارج الوطن، يعاني أكثر من 1,250,000 موظف ومتعاقد من العاملين في القطاع الحكومي ويلات الحرمان من رواتبهم منذ 3 أشهر. لا تزال المعاناة مستمرة ونهب الميليشيا مستمر بحجة دعم البنك المركزي، بينما الحكومة الشرعية اكتفت بإعلان بدء صرف الرواتب دون ما إعلان عن أي آلية زمنية واضحة. في حلقة اليوم سنناقش كيف تأثرت حياة الناس خصوصا الموظفين بسبب تأخر صرف الرواتب، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن المعاناة التي وصل إليها موظفو الدولة، وسنتطرق لواقع التدهور المعيشي لفئة الموظفين من حيث الأسباب والعوامل، وأيضا سنتطرق إلى الحلول الممكنة للحد من هذه المعاناة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من الرياض رئيس تحرير موقع اليمني الجديد الأستاذ فهد سلطان، وكذلك سيكون معنا من عدن الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، ومن مأرب سيكون معنا حافظ مطير الناطق باسم رابطة موظفي الدولة، ومن صنعاء الصحفي محمد العريفي. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي عبر السكايب من الرياض الأستاذ فهد سلطان. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور عليكم وعلى المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ فهد. في البداية كيف تتابع الحال المتردي والمعيشي الذي وصل إليه موظفي الدولة في اليمن بعدما ربما توقفت الرواتب منذ 3 أشهر؟ الميليشيا تنصلت عن دفع رواتب الناس، الحكومة وعود لكنها لحد الآن لم يلمس الموظف في اليمن أي خطوة جادة لصرف رواتبهم. نعم، ما ذكرته صحيح. الوضع الإنساني في اليمن لم يعد سرا، بات بشكل واضح. نشاهد اليوم العالم، وإن كان ما يصل إلى وسائل الإعلام وما ينقل عن حقيقة ما يجري في الداخل اليمني محدود مقارنة بالحقيقة المروعة التي تعيشها عدد من المحافظات اليمنية وعدد من القرى. بالنسبه لمنطقه التحيطه في محافظه الحديده ومنطقه القوقعه هي الاكثر تضررا، وهناك عدد من القرى ستكون قريبا بنفس المستوى اذا لم يكن هنالك تحرك عاجل. القضيه اليوم ليست قضيه الموظفين فقط، القضيه ان عدد الموظفين بالنسبه الى عدد السكان هو عدد كثير كبير. عدد الموظفين ما يصل الى 1,200,000 موظف، وهي شريحه كبيره داخل المجتمع اليمني وتعود عدد من الاسر كبيره. لكن عدد نسبه العاطلين ونسبه الذين دخلوا اليوم في مستوى خط الفقر الفعلي اصبحت شرائح كبيره. الطبقة الوسطى التي هي كانت الممسكة بتلابيب هذا الوطن اختفت تماما، وأصبحت اليوم ضمن مؤشرات دولية بأن نسبة الفقر وصل إلى 80%. هذا الرقم مهول ومخيف إلى درجة كبيرة. نعم، المسؤولية أستاذ فهد من وجهة نظرك بعدم صرف الرواتب حتى اللحظة، هل الميليشيا التي انقلبت على الدولة أم الحكومة؟ على من تكون المسؤولية؟ ينبغي ان طبعا في كل الاحوال نحن امام جماعه ارهابيه، نحن امام جماعه مسلحه تخلت من كل القيم الاخلاقيه والدينيه والقانونيه، لا تبالي باي شيء، ليس هنالك حوادث اخلاقيه ممكن تعمل على كبح جناحها وكبح اقماعها وتوقف شرورها التي باتت بلا حد وبلا مستوى. تتحمل جماعة الحوثيين المسؤولية، ولكن في كل الأحوال عندما نحمل جماعة الحوثيين المسؤولية نحن نرمي في فراغ.
تتحمل المسؤوليه يعني، او يجب ان تتحمل المسؤوليه الحكومه الشرعيه وان تبادر، والطريقه البطيئه ومشي السلحفاة التي تتعامل بها هو تصرف غير صحيح، لا يعكس مسؤوليه حقيقيه. لا ينبغي اليوم ان يعني ان 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 نتبادل التهم بين طرف وطرف. الجميع اليوم بات يعرف ان جماعه الحوثيين نهبت اموال الناس، سرقت قوتهم، مارست كل وسائل البشاعه من الظلم والقهر ومصادره الرواتب والسرقه والنهب، لكن في كل الاحوال هذا الكلام او ان نحملهم المسؤوليه لا يعفي مسؤوليه الحكومه، وفي نفس الوقت لا نعم امام يعني امام نعم استاذ فهد لا يستطيع ان يقنع المواطن اليمني الذي وقع بين ضحيتين، بين ضحيه جماعه ميليشياويه وبين حكومه تتعامل بالحد الادنى او تتعامل مع مثل هذه القضايا وكانها في الظرف الطبيعي. نعم الميليشيا التي تسيطر، لا شخص الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا رئيس الوزراء يعني احمد عبيد من الدغن ولا المؤسسات الحكوميه ولا الرئيس مثل ما تحمل نعم استاذ فهد استاذ فهد في نعم. يعني مرحله ازمه نعم استاذ فهد اسمح لي استاذ فهد اسمح لي انت الان ربما يعني حملت الحكومه الشرعيه وهي بالتأكيد يجب عليها أن تتحمل المسؤولية أمام موظفي الدولة، لكن في المقابل كما تعلم سلطة الميليشيا الانقلابية في صنعاء والمحافظة التي تسيطر عليها هي لا تعترف بشرعية الرئيس ولا تعترف بالحكومة ولا تعترف بالدولة، وهي الكثير يقول بأنها هي المسؤولة في الأول والأخير عن صرف رواتب هؤلاء الموظفين على الأقل في المحافظات التي تخضع تحت سيطرتهم، وأيضا هم من نهبوا المال العام وهم من انقلبوا وهم يتحملوا مسؤولية ما آلت إليه البلاد. هذا الكلام صحيح، ولكن ينبغي للحكومة اليوم أن تبدأ بالإجراءات. نريد المواطن اليمني أن يشعر بأن المناطق التي هي تحت الحكومة الشرعية تسلم الرواتب بشكل منتظم وتنتعش فيها الاقتصاد وتعود فيها الحياة إلى مسيرتها الطبيعية ويتنفس فيها المواطنون من خلال الأمن ومن خلال الأمن الغذائي والأمن وتتواجد أجهزة الدولة. الحاصل أن حتى المناطق باستثناء مدينة مارب لوضع خاص، المناطق التي هي محررة على سبيل المثال المناطق الجنوبية حتى الآن لا زالت تعيش يعني لا يوجد فارق كبير يشعر به المواطن باستثناء توقف الحرب فقط، لكن لم تسلم الرواتب بشكل منتظم، لم يعد الأمن بشكل كامل متكامل. يعني هنالك مسؤولية كبيرة ملقاة على الحكومة الشرعية، عليها أن تثبت للواقع، وهذه هي النقطة التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أساسية وعدد من الدول المجتمع الدولي تنظر للشرعية على أنها طرف من الأطراف المتصارعة ولا تنظر لها على أنها قرارات الحكومة الشرعي، لأنها لم تقم بالتزاماتها بشكل كامل. يعود إلى أن الحكومة، وأكرر على هذه النقطة، على أن الحكومة تتعامل مع كثير من الملفات بالطريقه البطيئه، لا تتعامل معها بالمسؤوليه الكامله. طيب استاذ فهد هذه النقطه نعم اسمح لي ان تكون يعني نعم. تتحرك بشكل اوسع وبشكل اكثر مما هي عليه الان. نعم استاذ فهد اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث المهتم بالشان الاقتصادي الصحفي محمد الجماعي من عدن. مساء الخير استاذ محمد. مساء الانوار. اهلا ومرحبا بك استاذ محمد. ربما الاستاذ فهد يحمل الحكومه الشرعيه المسؤوليه الكامله او الحد الاكبر من المسؤوليه امام عدم صرف رواتب الموظفين، ويرجى الاسباب بان الحكومه لا تهتم بهذا الملف الشائك والهام بالنسبه للمواطن في الداخل. انت تتابع الشان الاقتصادي وتابعت بالتاكيد تصريحات الحكومه اكثر من مره بانه سيتم صرف الرواتب، الاسباب العوائق التي ربما حالت دون صرف الرواتب وتوفي الحكومه بوعودها للناس في الداخل. نعم يعني مع ما لكم والمهم في موضوع ان القضيه تشمل قضيه رواتب. استاذ محمد اسمح لي. نعم استاذ محمد نعم. هناك اشكاليه بالاتصال، سنحاول ان اتصل بك لاحقا لانه صوتك غير واضح. اعود لي الاستاذ فهد السلطان. استاذ فهد إذا افترضنا بأن كما تحدثت تتحمل المسؤولية الكبيرة الحكومة، هناك يعني الحكومة صرحت أكثر من مرة بأنها ستصرف الرواتب خلال مدة قريبة، البعض يرجى عدم صرف الرواتب بأن هناك ربما الكشوفات أو نقل البنك المركزي يحتاج إلى مدة أطول إلى توفير سيولة أكثر من أجل أن تسلم الرواتب بصورة يعني منتظمة. هل هذه الأسباب كافية لهذا التأخير بالنسبة للحكومة؟ يا أخي الكريم هذا الكلام يستطيع أن يقنعني أو أن يقنعك، لكن المواطن البسيط الجائع الذي لا يجد قوت يومه ويجد نفسه بين نارين لا يمكن أن يقنعه مثل هذا الكلام. ما لم تتحرك الحكومة بصورة أساسية بصورة حقيقية وتبدأ بعمل إجراءات فعلية
يجدها المواطن اليمني ويحصها المواطن اليمني، فسيظل مثل هذه الوعود حبرا على ورق، ولا تطعم من جوع ولا تؤمن من خوف. الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية كاملة بحكم أنها الحكومة الشرعية، هي التي ينظر إليها المواطن، هي التي يستطيع أن يحاسبها أو أن يستطيع أن يرفع صوته إليها. نحن أمام جماعة يعني مليشاوية إرهابية مسلحة، يعني لا تبالي في أي شيء، ويعني ما في عندها مشكلة أن يعني حتى الجريمة المروعة التي تحصل في منطقة صحيفة بالحديدة تتاجر بها أمام دول العالم وترفع تقارير مغلوطة، يعني ربما كانت سبب أساسي إلى أن وصلت إلى هذا الوضع. هذه الجماعة الإرهابية، هذه الجماعة المجنونة، هي التي حاصرت مدينة تعز لأكثر من 7 أشهر، وكانت تريد أن تكرر نفس ما حصل في منطقة نظايا السورية، وكانت تريد أن تتاجر في مدينة تعز كما يحصل الآن في مدينة الحديدة. يعني أمام هذا الواقع، أمام هذه الجماعة المجنونة، لا يمكن إلا أن تتحرك الحكومة. كيف يمكن للحكومة أستاذ فهد؟ أستاذ فهد إذا نعم أستاذ فهد، أستاذ فهد، هذه الحكومة ينبغي أن تتخلى عنه. نحن مقبلون على جماعة. أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة، أنه إذا يعني إذا تفشت المجاعة داخل عدد من المدن اليمنية فسينعكس على النجاحات الطفيفة التي تحققت للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والحكومة الشرعية. اليوم جماعة الحوثي تمسك. كيف يمكن للأستاذ أستاذ فهد، أستاذ فهد في هذه الجزئية اسمح لي، يعني وكل من سيحتاج إلى المسجد الصالح له من أجل أن يذهبوا إلى الجبهات. نعم أستاذ فهد في هذه الجزئية اسمح لي، كما تعلم آخر تصريح لرئيس لجنة الإغاثة وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح تحدث بأن يعني مئات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية محتجزة في ميناء الحديدة ولم تسمح الميليشيا بدخولها، وربما لو سمح لذلك لا خففت الكثير ونسبة كبيرة من معاناة الفقراء سواء في الحديدة أو بقية المحافظات اليمنية. إذا كيف تحمل الحكومة يعني هذه المسؤولية ولا زالت هذه المناطق تسيطر عليها الميليشيا؟ يا أخي الكريم، على الأقل في المناطق التي هي تحت حكومة الشرعية ينبغي أن تبدأ بتنفيذ هذه الإجراءات. أنا لا أريد أن أخوض بالتفاصيل وأقول بأن هنالك مشكلة في مدينة عدن وأن نقل البنك المركزي حتى الآن لم يؤتي الثمار التي كانت تتوقع، وأن هنالك مشكلة أمنية وهنالك حتى مشكلة سياسية مع محافظ عين حتى لا نتشعب. نعم حتى لا نتشعب في المسائل الأمنية. نعم أستاذ فهد، ذلك مغادرة رئيس الوزراء. نعم أستاذ فهد حتى لا نتشعب في الموضوع اسمح لي، حتى الآن ليست مستقرة. نعم كان الأولى حتى لا نتشعب في الموضوع أستاذ فهد اسمح لي، يمكن أن تقدموا الشرعية لباقي المحافظات، لكن حتى هذه المدينة لم تقسم أمرها حتى الآن. نعم بل أستطيع أن أستاذ فهد اسمح لي. نعم إذا اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ محمد الجماعي من عدن. أستاذ فهد، أستاذ فهد اسمح لي يعني في هذه الجزئية حتى لا نتشعب في الموضوع ونسلط الضوء عن مسألة الرواتب ومن يتحمل المسؤولية وتأخيرها. اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث من عدن، نعود للصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد عدنا لك من جديد، كنت قد سألتك قبل أن نفقد بك الاتصال حول هل يعني هناك أسباب فعلا يعني للحكومة تحول دون يعني إيفاء بوعودها وصرف الرواتب بصورة منتظمة كما صرح رئيس الحكومة قبل فترة ليست بالبعيدة. أخي بشير، بالنسبة للرواتب يعني ربما أستطيع أن أتجاوز ما ذكره الأقطاد، لأنه في جزئية تأخير الرواتب نعم تتحملها الحكومة. نعم. لكن التحميل ما حدث في التويت في التحيتة وما حدث في كثير من المناطق التي حدثت فيها المجاعة ليس سببها الرواتب. لا يوجد ربما يمكن حوالي 1% من مديرية التحيتة يستلمون الرواتب. نعم. تأخر الحكومة في تسليم الرواتب. نعم. أما بالنسبة لموضوع تأخير الرواتب، الحكومة تعرف أن الذين يستلمون الرواتب في الجمهورية اليمنية لا يتجاوز عددهم مليون من 25 مليون مواطن. إذا ضربت هذا في المتوسط العام 5 أفراد لكل أسرة، يعني 5 مليون مواطن. نعم. صحيح هو موضوع كبير ومؤلم وشاق، لكن نحن نعرف أن قضية الرواتب لا تمس جميع اليمنيين. جميع اليمنيين متأثرين من انقلاب كبير ومن انقلاب على الشرعية، وليست الشرعية وحدها، بل هناك تجاوزات في كل مستويات حقوق الإنسان تقوم بها ميليشيات الحوثي. ما الذي حدث؟ الحكومة أرادت أن تسلب الحوثي أهم ما لديه، وبالتالي يعرف الشعب ذلك وسيصبر حتى تتمكن الحكومة من تسليم الرواتب. نعم. هناك حركة يتابعها المواطن يوميا عبر تصريحات رئيس الوزراء وعبر تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أن الحكومة لجأت لطباعة أموال، واليوم وصلت إلى عدن نصف الكمية، يعني 200 مليار ريال وصلت اليوم فجر اليوم إلى مطار عدن. وسيبدأون بتسليم الأموال للمواطنين سواء الذين تحت سلطة الحوثي أو تحت سلطة الحكومة الشرعية.
تحميل الحكومه هو امر طبيعي جدا، لانها هي واجهه البلد وانها هي المسؤوله عن تسليم الرواتب ومسؤوله ايضا عن تلقي الاهانات والشتائم والسباب بسبب تاخيرها. نعم. ما كان يحدث قبل ان تنقل الحكومه ان تنتقل الصلاحيات الى يد الحكومه كانت صوره شوهاء، يقوم الحوثي بحرب الناس باموالنا واخر الشهر يتفضل علينا بصرف ايراداتنا علينا. نعم. هذا امر طيب. يعني طيب استاذ محمد، هل الحكومه نتكلم عن رواتب المواطنين؟ نعم استاذ محمد، هل فعلا هناك احقيه بالنسبه للحكومه بهذا التاخير و يعني نقل البنك وترتيب صرف الرواتب وتوفير السيولة يحتاج هذه المدة الآن 3 أشهر منذ تم الإعلان عن نقل البنك المركزي وصرف رواتب الدولة بناء على الكشوفات القديمة؟ نعم. منصر القعيطي محافظ البنك المركزي في أول حوار صحفي له قال نحتاج إلى نهاية العام، كان واضحا وشفافا ودقيقا، لكن نحن لنظرا لفرحتنا بهذه الخطوه ونظرا لتغير الموازين وعجز الحوثي عن تسليم الرواتب حتى لميليشياته التي تعمل معه من خلال الايرادات التي لا تزال تصل حتى يومنا هذا الى يديه من ميناء الحديده ومن الغاز المنزلي الذي لم تفعل اليته حتى الان، يعني لم تتم، ستتم في الايام القادمه، لكن هناك ما يمكن القول انه تصل ايرادات الى صنعاء، والحوثي يجمع تبرعات من كل المدارس، من كل المساجد، من جميع المصارف، حتى على مستوى شركه الكريمي وبعض الشركات الصرافه يقف موظف الحوثي لكي يستلم 50 ريال من المواطنين، وتدفع 500 ريال يوميا. نعم. يعني شهريا من الطالبات وطلاب المدارس. لم تشرع استاذ محمد اسمح لي، ولكن المواطن البسيط. نعم. كيف يمكن ان يصبر هذه المده وكما تعلم هو معتمد بشكل اساسي على الراتب؟ المواطن البسيط لا يستلم راتب، المواطن البسيط لديه عربية. أتحدث هنا عن فئات الموظفين، عن فئة الموظفين أتحدث، هو موضوع الحلقة. نعم، فئة الموظفين نحن يعني جميعنا نلمس هذا الجانب، فقط أنا اندفعت بعد كلام الأخ فهد سلطان لأنه حمل كل شيء على موضوع الرواتب فقط، والمسألة الآن ليست من موضوع ان الجنايه الانسانيه التي حدثت في الشعب اليمني نحملها مسؤوليه تاخير الرواتب. نعم. عموما ستصل الرواتب وستظل الحاله الانسانيه ربما تتحسن قليلا، لكن ما لم تنتهي الميليشيات ويتم رفع يدها عن جميع المنافذ البريه والبحريه والموارد فاننا ستظل الحاله الانسانيه مثل ما هي تماما. نعم، تكرم بالبقاء معي استاذ محمد وايضا الاستاذ ثلاث. سنذهب مشاهدينا الكرام الان لمتابعه اراء حول الوضع الاقتصادي المتدهور واثره على موظفي الدوله، ومن ثم نعود. خرجنا لكي نطالب بهذا الراتب البسيط الذي خرجنا من اجله ولم يتبقى لنا سواه، فهذه الميليشيات وعصابة المخلوع دمرت كل شيء جميل في هذا الوطن ولم يتبقى لنا سوى هذا الراتب، فنرسل رسالة إلى الرئيس وإلى حكومته بألا تظلموا هذا الشعب أكثر مما ظلمتموه سابقا. حتى الآن تقريبا 60 يوم أو تزيد ولا يزال الموظفين حبساء منازلهم، لا يستطيعون الخروج، لا يستطيعون مواصلة عيشهم، حالتهم مزرية، وأعتقد أن هذا الدفع نحو الجريمة المنظمة الممنهجة تحت طائلة الجوع والفقر. كثير من الأفواه الجائعة التي تنتظر حليبها، كثير من الأسر التي تنتظر فعلا دعما أو قليلا بصيصا من أمل الحياة يقدمه هذا الراتب ويحافظ على حياتهم. الشهر الرابع الحكومة، نحن ندخل الآن في الشهر الرابع بلا مرتبات، ورئاسة الوزراء والمحافظ، أين المحافظ؟ وين مكانه؟ وين يعيش؟ احنا مش عارفين وين يعيش. نريد رواتبنا ومستحقاتنا كاملة، كفانا تجويع وتشريد، وعيالنا وأولادنا سوف ينحرفون فكريا واجتماعيا وأخلاقيا. نحن ما نطلب غير رواتبنا، ما بغينا شيء أزيد من كده، أكثر من كده. تعبنا يا أخي، بيتين يا يم، بيتين وصاحب المدير البريد هذا مطلوب رواتب، ما لا رواتب لحد الآن، إحجار بيوتنا على إيجارات ومصاريف، حسبي الله ونعم وعد راتب عيوز بتقاعد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. أعود للأستاذ محمد الجماعة. أستاذ محمد، ربما لو تابعت وسمعت هذه التصريحات من المواطنين يشكون من عدم اهتمام ربما كبير من قبل الدولة على الأقل في المحافظة المحررة لصرف رواتبهم. الناس تشتكي، الناس بلا رواتب، أصبح وضع الناس إلى حد كبير سيء وكل يوم يزداد سوء، وربما تصريحات هذه العينة كانت خير دليل عما وصل إليه حال الموظف في اليمن.
هل فعلا الآن الحكومة ستقوم بخطوات ربما سريعة وعاجلة لتسليم الرواتب أم سننتظر مدة كالتي مرت؟ نعم، نحن نعلم الكثير من الحالات، يعني أكثر مما عرض الآن في الشاشة، ولكن أخي بشير الحكومة تتعرض لضغوط دولية، والجميع يعرف أن هناك من يقوم بإحراج الحكومة في كل وقت وفي كل حين. تستطيع دول الخليج والكثير منها أن تمد الخزينة العامة للدولة مثلما فعلت اليوم السعودية بحوالي 20 مليون ريال سعودي تقريبا لدعم الرواتب، لكن هناك ضغوط خارجية، وهناك من لا يزال يدعم ميليشيا الحوثي ببقاء بعض الإيرادات بيديه. وكنا لأن نلوم الحكومة في بادئ الأمر عندما لم تعمل حسابها في مسألة قاعدة البيانات أو كتوفير بعض السيولة لاتخاذ قرار مثل هذا على الأقل في الشهر الأول. نعم، لكن يبدو أن الأمور تسير على غير ما يريد المواطن وعلى غير ما تريد الحكومة، وأن هناك شد وجذب في هذا الموضوع، ويعني أستطيع أن أقول أنها معركة، مثل ما كتبت في وقت سابق، أنها معركة لتحرير البنك المركزي، هي معركة لتحرير أقوات الناس ولتحرير 75 مليار ريال شهريا تدور فيما بين المواطنين وداخل وخارج الجهاز المصرفي. نعم، لكن الوضع المادي يبقى مثل ما هو عليه بالنسبة للمواطن اليمني الذي هو ضعيف حتى في ظل وجود الراتب، وفي ظل انعدام الراتب يعني سيتدهور الوضع إلى أكثر مما هو عليه الآن. نعم، ونبشر مثل ما بشرتنا الحكومة اليوم في وصول يعني نصف المبلغ الذي طبع في روسيا، وأتمنى أن تصل الأمور وأن يعني تتسارع الخطوات ليصل الراتب إلى أيدي المواطنين وكذلك الحوافز وغيرها. نعم، أستاذ محمد تكرم البقاء معي، يعود الأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد، عدم يعني السرعة في صرف الرواتب واهتمام الحكومة أمام موظفيها بصرف رواتبهم، كيف سيؤثر على حضور الدولة، على عودة الحكومة وممارسة مهامها بالشكل المطلوب، ويعني مساندة الشعب لها في الداخل؟ نعم أخي الكريم، ينبغي أن نركز على جانب واحد. نعم، أن جماعة الحوثيين اليوم تراهن بشكل كبير على استمرار الحرب وعلى الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي سيرفدها بعدد من المقاتلين وسوف تستمر، لأنها استطاعت أن تنقض على أموال كبيرة على أكثر من 400 مليار، وهي الآن محتفظة معها في أماكن خاصة بها. والوضع الاقتصادي سيدفع عدد من المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم إلى أن يقاتلوا معهم وسيستمرون معهم في الحرب. هي تراهن على هذه الطريقة أنها ستستمر في الحرب عشرات السنين. النقطة الأهم أن الوضع الاقتصادي إذا هو الآن متدهور بشكل كبير، إذا حصلت مجاعة وتوسعت كما حصل الآن في مناطق الحديدة، فإن هذا سيكون لصالح الانقلابيين وضد مشروع الدولة. المجتمع الدولي اليوم كيف يكون لصالح الانقلابيين؟ استاذ فهد اسمح لي في هذه الجزئيه، استاذ فهد في جزئيه نعم استاذ فهد، جزئيه بسيطه ذكرت سيكون لصالح الانقلاب، كيف يمكن لها ان تكون لصالح الانقلاب وهم اصلا من اوصلوا البلد الى هذه النقطه، وهم اصلا من يعني نهبوا البنك المركزي والاحتياطي، وهم اصلا من حولوا البلد الى سوق سوداء؟ نعم، على الأقل المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثيين اليوم لا يستطيع المواطن أن يستنجد بالحكومة لأنها ستكون بعيدة عنه، لا يستطيع أن يتعامل معها، سيتعامل مع الأقرب إليه وهو مشركين جماعة الحوثيين وقيادتهم، والذين سيعطون بعض الكتات ولو لما يسد الرمق من أجل أن يرفدوا عدد من الناس إلى الجبهات. وأن تعرف الوضع اليمني، الوضع التعليمي، الوضع الثقافي، والوضع يعني مستوى التعليم ومستوى التوعية داخل هذا المجتمع. نعم، كثير من الذين ظهروا على وسائل الإعلام، سواء الذين تركوا الأماكن الجبهات وعادوا، أو الذين أسروا، وكيف كانت كثير من خطاباتهم تتحدث عن أنهم وقعوا خديعة، أو بعضهم يقول أنه بسبب الفقر وبسبب التهديد أنهم دفع بهم إلى أماكن الحرب الجبهات. عدد من الأطفال اليوم سيخرجون من المدارس الذين لا يستطيعون الدراسة، وسيذهبون عن البحث عن لقمة العيش، ولن يجدوها إلا مع جماعة الحوثيين التي ستعطيهم الفتات من أجل أن تدفعهم إلى الجبهات. هذه الطريقة يعني ستساعد جماعة الحوثيين إلى أن تستمر في القتال أكثر. أنا تكلمت في بداية الحلقة أنها نحن أمام جماعة مجنونة ليس لها حاجز أخلاقي ولا قيمي ولا قانوني ولا ديني، هي لا تبالي في أي من تلك الحوادث الأخلاقية التي يتعامل بها كل الناس.
إذا السؤال الحرب من نعم. أجل الحرب من أجل الفساد نعم أستاذ فهد إفشال أي مخطط للدولة نعم. أو للشرعية. إذا السؤال أمام عدم اللامبالاة وأن الميليشيا يعني ربما تستغل هذه الفرصة لتجيش الناس إلى الجبهات ومن التحق بالجبهات سيحصل على فتات الأموال كما تحدث أستاذ فهد من هذه الميليشيا وستخدمهم في الاستمرار نعم السؤال نعم اسمح لي نعم 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 فقط نقطة صغيرة اسمح لك من السؤال عند الميليشيات يقابلها عدم يعني عدم تحرك جدي بشكل يعني أنا حتى الآن كمتابع وربما يشاطرني كثير من المتابعين والمشاهدين أنه لم يجد من الحكومة أي تحرك يعني بما يعبر عن وجود أزمة حقيقية يعني تحركات الحكومة الشرعية تحرك نعم. روتيني تحرك عادي وكأننا في ظل وضع طبيعي أعود لسؤالي أستاذ فهد نعم. ربما يهدد مستقبل الشرعية بالكامل أعود لسؤالي أستاذ فهد يعني لم تترك لي المجال لكي أكمل السؤال السؤال الذي كنت أريده أن أطرحه هل يعني أمام هذا اللامبالاة من قبل الميليشيا وعدم الاهتمام لموظفي الدولة وصرف رواتبهم سيعني تكون هناك فعلا الدعوات التي دعا لها موظفي الدولة للنزول ومظاهرات ضد الميليشيا والمطالبة برواتبهم ستكون مجدية أم أصبحت يعني إمكانية القيام بها في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا صعب وغير ممكن؟ أنا سأقول التالي، أولاً يا أخي الكريم الإنسان الجائع لا يثور، هذه قاعدة أو هذه يعرفها الجميع أن الإنسان الجائع لا يثور، لا تثور الثورات التي قامت في كل الدنيا لم تقم بها إلا الطبقة المتوسطة، الطبقة التي لها طموح، الطبقة التي لها أهداف، الطبقة التي تستطيع يعني أما إذا خرج هؤلاء فسينفرد بهم جماعة الحوثيين، مستوى القمع اليوم وصل عند هذه الجماعة إلى مستويات كبيرة ومستويات قياسية، سيكون الناس كل من سيخرج سيجد نفسه يعني لا يوجد له حماية وسيجد نفسه وجها لوجه مع هذه الجماعة وسيقمع وسيفشل وستفشل أي خروج لا نعم. يمكن أن يكون هنالك خروج ما لم يكن هنالك طرف داعم لهذا الخروج ما لم يكن هنالك طرف يستطيع أن يحمي مثل هذا الخروج أو يوفر لهم الحد الأدنى من الحماية ما دامت الحكومة الشرعية والجيش الوطني بعيد عن تلك المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين فإن الخروج سيكون صعب المنال جماعة الحوثي ستقتل العشرة والمئتين والألف والألفين وستسحقهم وستمارس عليهم أبشع الجرائم وأبشع الأدوات في ظل تعتيم إعلامي وفي ظل أن القنوات لم تستطيع أن نعم إذن الموظفين والناس في الداخل أستاذ فهد إذن الموظفين والناس في الداخل أستاذ فهد أمام جحيمين إما أن يعني إن خرجوا بمظاهرات ربما يعني يواجهوا بعنف وقتل من قبل الميليشيا أو يظلوا في البيوت ويموتوا من الجوع وعدم توفر أي يعني ما يغطي احتياجاتهم الضرورية أنا كنت أتمنى أن يكون الشخص الذي في صنعاء هو الذي سيتحدث عن هذه النقطة لأنه سينقل للمشاهدين الكرام حجم القهر وحجم الإرهاب الذي يمارس نعم. يعني إذا كان اليوم عدد من الصحفيين الذين نطلب منهم أن يعملوا يعني أن يعملوا بعض الاستطلاعات سيستطيع أن يقف مع شخص بالشارع لأنه يشك سيكون معنا ضيف من صنعاء نعم أستاذ فهد سيكون معنا ضيف من صنعاء وسنسلط الضوء عن وضع الناس والحالة فيه اسمح لي أن أنتقل إلى محافظة مأرب مع حافظ مطير الناطق باسم رابطة موظفي الدولة مساء الخير أستاذ حافظ أهلا وسهلا مساء الله بالخير والعافية أستاذ العزيز أهلا ومرحبا بك ربما الاسم كبير رابطة موظفي الدولة هذه الرابطة أمام عدم يعني التزام الدولة بصرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة وتنصل الميليشيا لعدم صرف رواتب الموظفي الدولة في المناطق التي تخضع لسيطرتها ما هو الذي قمتم به أنتم كرابطة في هذا المجال من أجل صرف رواتب الناس؟ أستاذي العزيز نحن رابطة موظفي الدولة أصدرنا العديد من البيانات وتجمعنا العديد من التنسيقات في العديد من الهيئات والوحدات والمؤسسات الحكومية في صنعاء على وجه الخصوص نعم كما انه نقوم كمتحدث رسمي هنا في مأرب نقوم بدوري بنقل الاحداث التي تجري في صنعاء نعم وتغطيتها على جميع المستويات نعم يقتصر عملكم على اصدار بيانات فقط في الرابطه استاذ حافظ لا ليس اصدار بيانات فقط وانما هناك تنسيقات على جميع الوحدات والهيئات كما تحدثت سابقا لكن في ظل الظروف الراهنة والقمع الميليشيا نعم أصبح التحرك أصبح تحرك الموظفين في جميع القطاعات وممثلي الرابطة في العديد من الهيئات والوحدات أصبح تحركهم
محصور جدا وضيق، خشيت ان ترتد الميليشيا وان يصابوا بمخاطره. نعم استاذ حافظ، اذا عدنا قليلا، ربما كان هناك منظمات مجتمع مدني ونقابه العمال وبعض النقابات المهتم بهذا الجانب كان سابقا، ربما لو تاخر الرواتب او عدم صرف اي مستحقات تنتفض كل المؤسسات والشوارع تمتلئ بالوقفات الاحتجاجيه والمظاهرات. الان اين اختفت كل هذه المنظمات والنقابات؟ أخي العزيز، بالنسبة للمنظمات والنقابات في ظل وجود أصل الخلطة المعنية الذي أو الحالة المقنعية التي تمارسها الميليشيا في صنعاء، جعلت الناس في حالة من الذعر والرعب في كل مكان. لعلكم تتابعون ما جرى لموظفي المؤسسة العامة للاتصالات قبل أكثر من شهر، عندما داهمت الميليشيا الإنقلابية الإضراب الذي نفذه موظفي المؤسسة العامة للاتصالات، وقامت بفض الإضراب والتهجم والاعتداء عليهم. نعم. كما قامت قبلها بالاعتداء على موظفي وزارة التعليم العالي، وقامت باستقطابهم ونقلهم إلى سجون المعتقلات، كما أن هناك العديد من التهديدات التي مارستها، من ضمنها تهديدات بالقتل والتصفيه لكل نعم. من يدعو إلى الخروج. نعم. إذن نحن أمام يعني سلطة نعم أستاذ حافظ، نعم إذن نحن أمام سلطة قمعية، ربما لو تحرك الناس سيلاقون بالقوة وبالقتل من قبل هذه الميليشيا. إذن أعود إلى عدن، شكرا جزيلا لك، أعود إلى عدن مع الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، الآن الحكومة الكثير يتحدث الضرائب النفط، كل المناطق النفطية أصبحت بيد الحكومة، العائدات في المنافذ البحرية والبرية أصبحت تورد لخزينة الدولة، أليست كل هذه الإيرادات كافية للبدء بتجميعها وتوفير إيرادات لصرف على الأقل المرتبات، لا توفير بقية الخدمات الأخرى؟ أستاذ محمد الجماعي، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد الجماعي، إذن أوجه السؤال للأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد. نعم. نعم، كنت قد سألت الأستاذ محمد الجماعي حول الإيرادات الآن المتوفرة لدى الحكومة، ألا تكفي لصرف رواتب الناس؟ كما تعلم المنافذ البرية والبحرية، الموانئ، حقول النفط، ويعني كلها تخضع لسيطرة الدولة، وربما يعني لو تم إدارة هذه المنافذ ستكفي لصرف رواتب الناس، بل ويتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك. نعم هذا صحيح. على الأقل يجب اليوم أن تتماسك مؤسسات الدولة الموجودة تحت الحكومة، أن يشعر المواطن بأن هنالك دولة وبأن هنالك شرعية وبأن هنالك تحسن مختلف عن الوضع في المحافظات التي لازالت تحت الانقلابية حتى اللحظة. على الأقل ينبغي أن يكون هنالك مساعدات إنسانية كبيرة، حتى الآن الحكومة لم تطلق حملة طلب مساعدات حقيقية. الأمم المتحدة تمارس عمل استفزازي وخاصة في مدينة الحديدة، تصلنا معلومات من صحفيين متواجدين في مدينة الحديدة لأن هنالك مخازن كبيرة تكفي لأن تغطي الجائحة التي تحصل في الكحيتة وتحصل في خيقة ومناطق أخرى، إلا أن هذه المنظمة تتعامل بطريقة انتهازية والتعامل وتربط هذه الملفات برداف سياسي أو تربطها مع الجانب السياسي. يجب على الحكومة اليوم أن تطلق مناشدات حقيقية وأن يتم دعم عدد من القرى وعدد من المناطق التي لم تصلها الدعم خلال الفترات الماضية. اليوم المواطنين والسكان باعوا كثير من مدخراتهم التي تحصلوها خلال عدد من السنوات الماضية، وصل الكثير منهم اليوم إلى أن يبيعوا أثاث البيوت، لا أقول تحت سلطة الانقلابية كما يحصل اليوم في العاصمة صنعاء وفي المنطقة الصافية والتي باتت واضحة للعيان، بل حتى في المناطق يعني كمنطقة تعز متنازعة بين الطرفين أو حتى في المناطق التي لازالت تحت الشرعية. اليوم هنالك وضع مأساوي كبير، يجب على الحكومة الشرعية أن تخرج من حالة الصمت التي تعيشها وأن تتحرك بطريقة غير الطريقة الرتيبة التي تتعامل بها اليوم. نحن أمام وضع اقتصادي متدهور للغاية، نحن هذا الوضع سيؤثر على الوضع الأمني وسيؤثر نعم. على الوضع السياسي. نعم. نريد تحرك حقيقي، نريد أن يكون هنالك وعود حقيقية مزمنة بزمن، نريد أن يكون هنالك أن تبدأ عمليات إجرائية
يشعر المواطن اليمني ان هنالك دوله وان هنالك اعاده تماسك لهذه المؤسسات. نعم. وان هذه الدوله لا يمكن ان تتركهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي بات يهدد الجميع. نعم استاذ فهد، اذا استاذ فهد تكرم بالبقاء معي، سنكمل بقيه الحديث في محورنا الاخير. الان مشاهدينا الكرام سنذهب لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه التي اعدها الزميل وديع عطا عن الوضع الاقتصادي المتدهور واثره على موظفي الدوله، نتابعها ومن ثم نكون النقاش. إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن قبل أن ينضم إلينا من صنعاء الصحفي محمد شمسان، أعود إلى الرياض مع الأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد، تابعنا هذه الأرقام، ربما أرقام كبيرة، موظفي الدولة أصبحوا بلا رواتب، الوضع مزري، ما هي الواجب الآن بوجه السرعة من قبل الحكومة لتلافي كل هذا يعني الوضع السيء الذي وصل إليه حال الموظف اليمني؟ نعم، قبل الإجابة على سؤالك يا أخي الكريم، مثلا على سبيل المثال نجد محافظة مارب اليوم عادت السلطة المحلية، تماسكت كثير من المؤسسات داخل هذه المحافظة، يشعر المواطنين بكثير من الأمل، بكثير من الأمن، بكثير من الاستقرار، صرفت الرواتب بشكل منتظم وبشكل يعني بدأت تتخلص كثير من السلبيات التي كانت موجودة في خلال الفترة الماضية. يشعر المواطن اليوم كثير من المحافظات تشعر بأن هذه المدينة باتت هي النموذج الجيد الذي يمكن أن يعمم أو يمكن أن يغطي بقية المحافظات. الجانب الذي حتى الآن المسكوت فيه وهي أن محافظة عدن لا تتحمل كثير من الناس يتهرب عن تحميل السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ الذي لم يمارس دوره كمحافظ حتى الآن، بما يعني ما تشعر بأن هذه المحافظة تحمل فقط الحكومة الشرعية، في حين أن السلطة المحلية الموجودة داخل هذه المدينة لم تقم بكثير من واجباتها كما هو المطلوب. ربما هذا الموضوع استاذ فهد اسمح لي استاذ فهد هذا الموضوع وهذه الجزئية بالذات ربما تتحمل المسؤولية بدرجة أساسية، استاذ فهد حتى نكون واقعيين. استاذ فهد، وكان الافضل ان يكون اسمح لي. هذه المدينه بشكل استاذ فهد يبدو انك لا تسمعني، ربما النقطه هذه يتحمل المسؤوليه بالدرجه الاساسيه الدوله لتوفير السيوله بالنسبه لصرف الرواتب قبل ان تكون هناك يعني مسؤوليه السلطه المحليه واجب عليها القيام بمهامها، لكن اعتقد في مساله الرواتب هي متعلقه بالحكومه ووزاره الماليه حتى توفر السيوله. نتوقف عند هذه، اسمح لي نشرك استاذ فهد، اسمح لي نشرك معنا في الحديث. مارب نعم. اليوم هي التي السلطة المحلية داخل هذه المحافظة استطاعت أن يعني اسمح لي استاذ فهد ان انتقل الى صنعاء مع الصحفي الاستاذ محمد شمسان ليضعنا بصورة عن حال الموظف في صنعاء وفي المحافظات التي تخضع لسلطة الميليشيا. مساء الخير استاذ محمد. اهلا، مساء الخير اخي الكريم، حياك الله، تحية لك وللساده المشاهدين الكرام. اهلا ومرحبا بك استاذ محمد. ربما حال الناس لا يخفى على احد، الناس بلا رواتب في كل المحافظات اليمنية، على الأقل في المحافظات المحررة هناك من يخرج بوقفات احتجاجية، من يطالب الحكومة، من يريد يعني بصرف رواتب، لكن الوضع في صنعاء على وجه التحديد وفي المحافظات التي تخضع سلطة الميليشيا ربما يختلف، حتى الكلام ممنوع أن تتكلم، يسلب راتبك، يوقف راتبك لمدة 3 أشهر، لا أحد يسأل عنك. حال الناس، وضع الناس في صنعاء وبقية المحافظات بتأخر صرف الرواتب كيف؟ هناك حالة من الاستياء حقيقة، حالة من الاستياء
خصوصا نقترب يعني ندخل من الشارع في الشارع الموظف لا يجد. نعم نعم أستاذ محمد، ربما إشكالية في الاتصال، بالتأكيد نعود بك الاتصال فيما بعد علنا نتمكن من سماعك وتطلعنا على الصورة الأوضح لما هو حال المواطن في صنعاء. أعود للأستاذ فهد سلطان. أستاذ فهد، كنت ربما قد تداخلنا في الحديث مع بعض، كنت أنت ربما حملت السلطة المحلية في عدن مسؤولية كبيرة، وهذا بالتأكيد، وقارنت بين أداء السلطة المحلية في مأرب وبين السلطة المحلية في عدن، ربما يعني لديهم مهام أخرى هي لها أولوية، لكن في مسألة الرواتب تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة هي الحكومة. إذا توفرت السيولة ربما ليس أمام السلطة المحلية إلا أن تصرف المبالغ للموظفين، وهنا ربما تحامل حتى توضح هذه النقطة فيما ذكرت فيما يخص السلطة المحلية في عدن. الآن أنا أقول أن يعني السلطة المحلية في أي محافظة هي المسؤول المباشر الأول عن حال المواطنين، هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة، والتي ينبغي أن تكون قريبة من المواطنين وأن تضعهم أمام ما يحصل. أولا فأول ينبغي أن تقوم حتى بالحد الأدنى، لكن إذا انصرفت الجهود إلى جوانب أخرى وترك الوضع المعيشي فهذه هي الكارثة، وهذا هو ما يحصل. أريد أن أشير إلى نقطة وهي التي ظلت الحكومة تتهرب فيها بشكل كبير، وهي تحرير مدينة تعز. حتى الآن الحكومة الشرعية كانت ولا زالت ترفض. أستاذ فهد، حتى لا نتشعب في الموضوع، اسمح لي أستاذ فهد، لمدينة تعز. أستاذ فهد، هذه المدينة يعني يا أستاذ فهد يصل أو تتقلب بين هذا العذاب وبين هذا الكم. اسمح لي أستاذ فهد حتى لا نتشعب في الموضوع. أستاذ فهد اسمعني اليومي أستاذ فهد، أستاذ فهد اسمعني حتى لا نتشعب في الموضوع. أرجو أن يكون مسار الحديث حول الرواتب وعدم صرفها. بالتأكيد تعز هي يعني تعاني من الحصار وتعاني من مشاكل كبيرة صحية، يعني فقر، جوع، عدم توفر أي خدمات، حالها ربما أسوأ من حال بقية المحافظة الأخرى. لكن حتى يعني نستفيد من الدقائق الأخيرة فيما يخص الرواتب، ويعني يصب حديثنا في هذا المحور. الآن السؤال الأهم الآن، ما الذي بيد موظفي الدولة الذين أصبحوا الآن بلا رواتب أن يعملوا أمام هذا اللامبالاة من قبل السلطة الانقلابية في صنعاء والمحافظات الأخرى، وأيضا أمام عدم ربما التسريع من قبل الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في المحافظات الأخرى؟ أنا أقول أنهم لا يجب الصمت، ولا يجب يعني أن يعملوا في حدود المتاح، أن يحاولوا أن يعبروا عن ما يجري لهم، عن ما يحصل لهم. هنالك أدوات كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تستطيع أن تنقل كثير من معاناتهم. أنا لا أقول اليوم أن على هؤلاء الانتظار حتى ناس الحكومة الشرعية، لا أعتقد ذلك. يعني هذا الوضع غير صحيح، ينبغي أن يشتغلوا في حدود المتاح، ينبغي أن يصل صمتهم اليوم إلى العالم، إلى المنظمات الدولية، أن يخرج إلى وسائل الإعلام، أن يسجلوا حتى في تسجيلات قصيرة وتنشر عبر أدوات التواصل الاجتماعي، أن يعبروا عبر شارات، أن يعبروا عبر لوحات، أن يفتعلوا أي طرق أو أي أساليب ممكن أن تحرك الرأي المحلي والرأي العالمي عن القضية العادلة التي تواجههم. من الحكومة الشرعية اليوم على الأقل لديها، هي تتحمل جزء كبير من المسؤولية، ولكن على الأقل أمامها يعني أمامها أنها لا تستطيع أن تصل إليهم بشكل أكبر، أن جماعة الفتيين هي التي تفرض عليها امتياز من الوصول إليهم، هي من تعاقبهم. كل هذه المعطيات صحيحة أو كل هذه المعادن صحيحة، لكن ينبغي عليهم أن يتحركوا بشكل أكبر. إذا استطاعوا أن يخرجوا في مسيرات، إذا استطاعوا أن يعبروا عبر لافتات، إذا استطاعوا يعني أن يفتعلوا أي طرق وأساليب تستطيع أن توصل صوتهم إلى العالم، فهذا هو عمل يعني عمل مقبول. حتى ولو وصل الأمر إلى أن يعني أن يدخلوا في عراق مسلح، ولكن على الأقل في أماكن كل شيء جائز اليوم. لا ينبغي أن يموتوا في البيوت، لا ينبغي لكل شخص أن يموت في البيوت اليوم، أن يخير بين أن يموت وبين أن يخرج. لا، الخروج هو الأهم، ولكن في كل الأحوال في كل يعني لا يستطيع الناس أن يخرجوا بشكل كبير، أو أن يستطيع أن نعم خروج الناس في هذه الطريقة. نعم أستاذ فهد، اسمح لي أن نشارك. نعم، وعلى المجتمع الدولي الذي لا يزال يتعامل مع القضية اليمنية بكثير من الانتهازية وبكثير من اللامبالاة. نعم، وكأنه ينتظر. نعم أستاذ فهد، اسمح لي. نعم يعني أستاذ فهد، نعم اسمح لي أن يعني يدخل معنا الآن من صنعاء
الصحفي محمد العريفي. للأسف كنا نتمنى أن الأستاذ محمد شمساني يكون معنا، لكن ربما هناك إشكالية في الاتصال به، لم نسمعه بشكل واضح. الصحفي محمد العريفي من صنعاء، مساء الخير محمد. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا فيكم، تحية لك ولكل المتابعين متابعي قناة بلقيس. مش عارف أهلا أهلا بك محمد. الوضع المعيشي في بلادنا ازداد سوءا في الفترة الأخيرة طبعا. نعم. إذا عدنا إلى السبب الرئيس إلى تفاقم هذه الأزمة، نجد أن السبب معروف لدى كافة أبناء الشعب اليمني. هناك ميليشيا مسلحة قامت بتخزين أموال الشعب في بدرومات خاصة، وحولت الأموال بأسماء أشخاص يتبعونها مباشرة. نعم. جعلت المواطن اليمني البسيط يلتوي أو يلتوي جوعا يتبور، واختطفت طبعا لقمة عيشه. نعم. إذا محمد من نعم اسمح لي محمد، المواطن محمد الأصيل نعم. الذي يعيش في أنفة وعزة. نعم محمد اسمح لي تفضل محمد العريفي، تفضل الموت جوعا دون أن ينحني لهذه الميليشيات. نعم محمد، الآن يعني ربما كانت هناك دعوات كثيرة في صنعاء من قبل موظفي الدولة للنزول إلى الشارع، هل ترى هذا ممكنا ربما بسبب الوضع الذي وصل إليه موظفي الدولة في صنعاء، سيخرجون إلى الشوارع، سيقومون بوقفات احتجاجية، أم بات الأمر غير ممكن؟ كما تعلم عزيزي خرجت وقفات أمام رئاسة الوزراء، كما تعلم مهدد الوضع، مهدد أي شخص بالخروج، مهدد بالتصفية، كما تعلم بعض الوحدات العسكرية وقفوا أمام لنقل مشرفيهم، هناك تهديدات بالتصفية الجسدية مثلا في أي خروج مثلا لجماعة مظاهرات أو إضرابات مثلا. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد العريفي من صنعاء. السؤال الأخير للأستاذ فهد نختم به هذه الحلقة. أستاذ فهد، هل باعتقادك سيستمر الناس بالصمت وعدم الخروج بوقفات احتجاجية بمظاهرات للمطالبة برواتبهم بعد أن ربما باتوا لا يجدون ما يأكلون في بيوتهم؟ طبعاً جماعة الحوثي هي لن تترك الناس يموتون لأنها تعرف عواقب مثل هذه الخطوة، ولكن على الأقل ستعطيهم أقل من الحد الأدنى الذي يبقيهم أحياء، الذي يبتزهم ويدفعهم إلى الجبهات إلى القتال. هذه الجماعة ستتسلح بكثير من الأعذار، ونجدها اليوم يعني هذه الجماعة هي كتلة كبيرة، كتلة هائلة من الأعذار، من الكذب، من التزييف، من يعني الكذب المنبوب، من الكذب من الافتراء. هي ستحمل الطرف الآخر، هي ستدفع اليوم كما يقال أنها دفعت بدأت بصرف نصف رواتب لمدة 3 أشهر. يعني هذه أو هذا الجزء اليسير هو ما يبقي على الحياة فقط، من أجل أن تستفيد الناس، من أجل أن تنتزع منهم مواقف، أن تنتزع منهم أولادهم، من أجل أن يذهبوا إلى الجبهات. ينبغي أن يكون الرهان اليوم على أن نوصل هذه المعركة إلى المجتمع الدولي بشكل جيد، أن نوصل هذه المعاناة الإنسانية بشكل جيد، وأن نشتغل على الطرفين، أن نضع أستاذ فهد أشكرك لضيق الوقت. نعم نعم، أن نضع المجتمع الدولي اليوم حقه في الداخل، وأن تتسارع الحكومة في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحمي الناس من أي سقوط وانهيار في أشكرك. المجاعة المحققة التي باتت تشهدها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الصحفي والكاتب فهد سلطان، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا في إنتاج الحلقة الزميلة إلهام عامر. كما هي لكم مني، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.